نهار الجمعة في الليل مع شي 10 في الليل خطو جات دارت هنايا تغدات معانا الكسكسو وفي العشية دات ليه الحق ديالو باش ياكلو وجلس معاه حتى شي وصلت شي 10:30 لا مرات 11 خرج قالها معروض عند شي وحدة صاحبتو دايرة شي عيد الميلاد وهي اخي ما خلاتوش في حقه يخرج وليني هو ما تصنتش ليها خرج خرج الجمعة قالت لي دي سوار ديالك معاك ولا انا ما عجبتش ما غاديش نتاخد غير شويه من الناس المهم لحقات شي 12 عيطت لها قلت لها واش خوك رجع قالت لي راه خرج قالت لي لا راه ما رجعش عاد كتسنى هي حتى لشي وقت ما جاش نعسات الصباح ثاني اتصلت بها قلت لها واش خوك رجع وداكشي قالت لي لا ما رجعش صافي نهار السبت ثاني نهار كله وانا كنتصل واش جا واش جا ولا ما جاش نهار كله ليله كامله ديال السبت في الليل صباح الحد ثاني كنتصل قلت لها والو ما كايناش اخبار ما كاينش في السيكتور وداكشي حنا ساكنين في المنصور قالت لي ما كاينش ما بان ما والو حكات شي 3:30 4 على ربع لما اتصلت بيا اتصلت بيا كنت كنضحك بحال جاتها لي هيستيري كنقول لها مالك كيفاش شنو وقع كتقول لي راه جاو عندي الجوندار كنقول لها واه هضري قولي مالك كيف يا راه قال لي عاد قلت لها واش متاكده من هذا الخبر قالت لي راه هذا الشيء راه على الجوندار غادي يكذب راه جاو حتى عندي وكذا ولا خاطر ناس صافي ولات لبست والدتها هي مريضة فرحات وليت كنسكت الوالدة مع مريضة ولا فتاة وليت كنسكتها كنقولها راه غير غلط راه غير هذا غير من هنا لبست جلابتي قالت لي كون كان غلط ما غاديش يغلطوا معاك على الموت هادي قلت لها راه غير شي غلط راه غلط غلط قالت لي غادي انت غادي تمشي تشوف الدار ونرجع انا خرجت بدات نتواصل مع بنتي في التليفون وداك الشيء قالت لي راه قالك الجندان خلط عليهم الكوريان ديال الدكتور المهم مشيت لهذاك الكوريان داك الشيء لقيتو تسد قالوا لي راه مابقاش خدام راه ولا جيت مرجان رجعت لعند الدارك الملكي سولتهم قالك حنا ما نمشيوش في دار هاد الجريمه هذه اللي كتقولي وهذا قلت لهم المهم دابا راه هاد الشيء كاين جا عاد جاو عند الجندار من الدار انا راه كاينه هنا في الاكود عند الوالده عاد توصلت انا بالخبر هما قالوا لي غادي تمشي لباب دوكالا انا جيت لعندكم تواصلوا نتوما مع الدارك الاخر اللي في طامنصور هما غادي يشرحوا لكم فعلا اتصلوا بالجندرم ديال كامنصور قالوا لي فعلا راه كاين هاد الخبر لقينا السيد مقتول ومروي ومليوح في واحد البلاصه كيقولوا لها واحد سيد ابراهيم حدا علي بن الفلاح تقريبا جهه بن العقيد كيقولوا مغتصب بالعن وهو مع كيقاوم كيدافع على راسو ما هذا قجو قتلو تعيط ولي شاكيرا هو عزيز عليه هو في الغنى ديال شاكيرا هو كاع الفيديوهات اللي عنده غير شاكيرا هو اللي فيها هو في اللي عنده باغي فيها كان شاكيرا كان عيانا كنقول لي هذاك الاسم كاين دورة انت سميت كمان هو الناس اللي تشكرك كمان اللي بغا يقول شي حاجة بدا انا داك السيد هو تقاد لي عمرو سال الاجل ديالو ولكن هذاك السيد بحال هاد الناس هادو خصهم ياخذوا الجزاء اللي يديروا هاد الابرياء بحال هكا الطريقة ما فكر لا في ولادو ولا في عائلتو ولا في الله سبحانه وتعالى لا في سميتو هاد الجريمة خصهم ياخذ اقصى العقوبة ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي